السلام عليكم، يسعد مساكم. نصيحة، إذا كان الإجراءات الغير جراحية في الجفون تعطي نتائج مقبولة، يعني مثلا حقن فيلر في الجفن السفلي، رفع الحاجب باستخدام البوتوكس أو الفيلر، يعطي نتائج مقبولة ويتحسن من الانتفاخات اللي تحت العين أو يحسن من تبطينة الجفن العلوي، دائما نفضل أن الاستمرار على الإجراءات الغير جراحية لأنه هي تعطي الحاجة اللي أنت رغبتها. فدائما ننبه الإجراءات الجراحية فقط تجرى في حالات اللي ما يستفيدون من البوتوكس مثلا، أو التبطين شديد جدا ما يتحسن من البوتوكس، أو في انتفاخات شديدة بالجفن السفلي، ما نفضل أن نحقن فيلر في الحالات اللي زي كذا. فالجراحة يتم إجراءها، إذا كانت الحلول الغير جراحية ما منها فائدة، والأفضل طبعا هو تجنب الجراحة.